الرز الإيراني بطريقة سهلة ولذيذة لزازة مش طبيعية. أول شي جهزت الدجاج، بهرته بكل بهارات الأمير وبالصويا صوص وزيت الزيتون، وحطيتها في الفرن لمدة 50 دقيقة لين صار جاهز عندي. حق الرز غسلت كوبين من رز الملك، نقعته لمدة نصف ساعة، سلقته في ماء وملح وشوية زيت بالطريقة الاعتيادية لسلق الرز الأبيض. بعد ما جهز عندي غطيته بالألمنيوم وخليته على نار هادية يتنشف على راحته لبين ما أجهز الزرشك. والحين نحضر الزرشك. ملعقة طعام من الزبدة أو الزيت، وننزل الزرشك 50 جرام، وأقلب على نار هادية عشان ما يحترق عندي. بعدها أضيف ملعقة طعام من السكر. من أحط السكر أقلب بسرعة عشان ما يتكرمل عندي. بهالطريقة يكون جاهز. أخذ شوية من الرز المسلوق وأضيف له الزرشك وثلث كوب ماي ورد منقوع فيه زعفران. أرتبه فوق صحن الرز الأبيض بحيث يغطي السطح كله. وهذا هو الشكل النهائي، ونقدر نقول نوشي جون، وإن شاء الله جيتها عدل. عينا عليكم بألف عافية.